طيب نرجع بقى لأخبارنا، وفي السياق طبعا اللي دايما بنتكلم فيه قواتنا المسلحة والتحديث في التسليح طبعا والتدريب والمناورات المشتركة، ودي كلها ليها علاقة برفع القدرة العسكرية والقتالية للمقاتل، وإنك تبقى عندك رسالة ردع لتحقيق السلام. أنت مش دولة أبدا زي ما بنقول بادئة بالعدوان، لكن امتلاك قوة الردع ده اللي من خلاله بتفرض بيه السلام، وبتبين لأي حد في أطماع أو يعني في أي تهديدات إن لا، أقف عندك، هذه الدولة بتملك من القدرات العسكرية ومن القوة الشاملة ما يتيح ليها أنها تدافع عن أمنها وعن حدودها ومقدرات شعبها وعن منطقتها كمان وعن المنطقة العربية والأزمات المختلفة اللي بنتعامل معها. في السياق ده عندنا انطلاق فعاليات التدريب البحري الدولي IMX CE22 بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر. ده هيكون بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية. التدريب ده بيعتبر من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط. ليه؟ لأنه بيشارك فيه 51 دولة. الكلام ده في مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين. من المنتظر أن التدريب ده هيكون فيه عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، بالإضافة كمان لمجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة، بالإضافة كمان لمكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي. كمان التدريب هيكون للمساهمة في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة بشكل عام. طبعا دايما بنستشف أي حاجة ليها علاقة بالقوات البحرية، ويعني أنه حدودنا وثرواتنا والغاز والأطماع والتهديدات وما إلى آخره، فإنك تكون حاضر بهذا الشكل وبهذه الكيفية طبعا شيء مهم اتكلمنا عنه.